هالعين ارجع على اطفالي. ترجعين للاطفال ارتاحي قومي. والله راح تجيب لهم كسوه للعين. الله ينتقم من عندهم. الله ينتقم. الله عليك اريد ارجع لبيتي ولاطفالي. ترجعيني ترجعيني بس قومي بالسلامه ان شاء الله. سنه زينه حترجعين اقوى اقوى زين؟ ان شاء الله. وكل علاجك ولا ما تطلعين انا حكون متابعه. سيدي على الله وعليكم بقس. يمه. انا مسؤول عن متابعه وضعك. ان شاء الله. ولا ما تطلعين وترجعين عادتك ان شاء الله. شدي حيلك شو تبكين بنتي؟ لا تبكين. طالي بالجامعه بنات ما اريد اعوفن. الله يخليك سيدي. من عندي شو في البيت؟ من عندكم البيت؟ وين انت؟ وين تقابلين؟ طالبة؟ جامعة بغداد. لا انا محاضرة. محاضرة شدي حيلك. شدي حيلك. سيدي على الله وعليك. شو محتاجين؟ ما اعرف اذا محتاجة علاج الفرج او شيء. وين الطبيب؟ محمد. 45 عمر عمر 56 انا شدي شدي حيلك. اطمئني اطمئني. الاطباء موجودين راح يهتمون بيك. اطمئني يما. هاي بنتي يمي. بنيتي. هاي يمي امانه. زين. كفيله انت. انا كفيله ودعتك. ودعتك كفيله زين. وانت وانت ترجعين وتقومين بالسلامه ان شاء الله. انت طيب سيدي والله. يما وترجعين وتقومين بالسلامه زين. قعدي ارتاحي لك تفكري. ايمن. ساعدي نفسك في الهدوء. الله يخليك. الله يوفقك ان شاء الله. تحتاجين ان شاء الله ما تقصر.